السلام عليكم متتبعين قناة نرجس، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم مادلين في بانيني اللي كتوجد في 10 دقائق. تابعوا المقادير والطريقة الى الاخير وفرجة ممتعة. على بركة الله غنبداو المقادير والطريقة في نفس الوقت. اول حاجة خديت الكاس الخلاط الكهربائي، درت فيه دانون فاني. استعملت دانون في الاول حيت الكاس تاع دانون هو اللي غنعبر به السنيده والزيت. غنزيد كاس تاع الزيت، كاس تاع السنيده او لا كاس ونص على حسب الطوق كل واحد. من بعد غنزيد 3 البيضات بحراره المطبخ. من بعد غنزيد كيس تاع الفاني. ومن بعد غنضربوهم. من بعد ما خلطنا الخليط ديالنا في الخلاط الكهربائي كبيناه في اناء. من بعد غنزيد 3 الكيسان ديال الدقيق عبر كاس تاع دانون. غندير الكاس الاول والكاس الثاني والكاس الثالث. كما كتلاحظوا انا راه تبعت معكم المقادير والطريقه من الاول حتى الاخير باش انكم تجربوها، لانها الصراحه راه كتجي رائعه وكيبغوها الوليدات الصغار وحتى الكبار. ولا جو عندكم الضياف على غفله كتوجد في 10 دقائق. من بعد زدت كيس تاع الخميره من وزن 7 غرام. ومن بعد غنخلط الخليط ديالي، غنبقى نخلط في الخليط ديالي حتى يتخلط ليا مزيان. وهذه هي البانيني اللي قلت لكم، غنحلها معكم باش نكتشفوها من الداخل. هذا هو الشكل اللي انا خديت. صراحه هي فيها اشكال كثيره وانا خديت هذا الشكل الدائري. خليكم معايا باش نوريكم الاستعمال ديالها. كما كتلاحظوا غادي ندهن الباني ديالي في الدوائر كاملين بالزيت بوحدو، ما نرشو لا دقيق لا والو، ونديرو غير الزيت من التحت ومن الفوق. من بعد غناخد 2 معالق، غنهز بملعقة الخليط وغنديرو في الدائرة، والملعقة الأخرى كما كتلاحظو كنحيد بها الخليط من الملعقة الأولى، وغنبقى على نفس الطريقة تنكمل الدائرات. We'll be right back.
بعد ما غنكمل الدوائر ديالي غنسد البانيني وغنخليها شي 5 دقائق بين ما طفى ليا الضوء الاخضر. من بعد ما دازت 5 دقائق طفى الضوء الاخضر ديال البانيني غنحلو البانيني، وهذا هو الشكل النهائي ديال المادلين ديالنا. من بعد كناخدو كيغدون باش نحيدو المادلين ديالنا من البانيني، كتجي مفشفشة وكتجي رطبة. كنتمنىكم انكم تجربوها لانها الصراحة كتجي رائعة، لا في المذاق ولا في الشكل. غنبقاو على نفس الطريقة تنحيدوهم كاملين من البانيني، وكنتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش ليا بلي لايك، ولأول مرة داخل القناة ديالي ايدي ليا ابوني وركع الجرس. يلا بسلام عليكم مع فيديو جديد ان شاء الله.